انت الاجمل بدراستك بعزمك اكيد ما في مستحيل انت الاجمل امن نفسك اكيد في المشوار طويل. ارتسمت الابتسامات وجوه الحاضرين وعمت الإرادة والنفس المتحدية مسرح الهلال الأحمر في رام الله، وتناغمت على صوت محبوب العرب محمد عساف الذي أطلق حملة أنت الأجمل، حملة خيرية نبعت من قلب فلسطيني يحمل رسالة سامية تجاه مجتمعه لدعم أطفال السرطان وذوي الإعاقة. هاي جزء من المسؤولية الاجتماعية أنا بعتبرها إلي بشكل شخصي كفنان فلسطيني، بعتقد أنه واجب على كل شخصية عامة فلسطينية بيستطيع أنه يؤثر في الناس أنه يكون له دور في الوقوف والمساهمة والمساعدة أيضا في هاي المواضيع اللي بتخص مجتمعنا الفلسطيني، وخاصة هاي الشريحة، شريحة أطفال أمراض السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة. هاي الشريحة كتير مهمة في مجتمعنا، وأعتقد أنه في كثير من الأحيان للأسف هي مهمشة. أنا ارتأيت من هذا الحفل أنه يكون مساهمة حتى ولو بجزء بسيط. طبعا كل الحفل ريعه خيري تماما كاملا متكاملا، رح يكون التبرع لأربع مؤسسات. المؤسسات الفلسطينية وضمن مسؤوليتها المجتمعية احتضنت مبادرة عساف بترحاب حار، كونها ترعى تلك الفئات صاحبة الأحقية وتسند الأعمال الخيرية. الهدف من هذه المبادرة هي مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المصابين بالسرطان، وبالتالي قررنا كلنا كشركاء، نحن بنك فلسطين وأبك وبعض الشركاء من القطاع الخاص، أن نكون جزء من هذه المبادرة، مبادرة محمد عساف، حتى أنه نجمع أكبر مبلغ من المال من خلال هذا الحفل الفني لدعم ذوي الإعاقة والأطفال المصابين بالسرطان. مسلكنا أننا ندعم أبنائنا، شبابنا، أطفالنا مرضى السرطان ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا الصنف من المجتمع اللي هو أقرب ما يكون إلى قلوبنا، أقرب ما يكون إلى عقولنا. هذا واجبنا كشركة نبالي وفارس، هذه ضمن مسؤولياتنا المجتمعية. إحنا دائما وأبدا راح نكون بجانب كل الفعاليات. ريع الحفل لاقى طريقه لأطفال السرطان وذوي الإعاقة، وهذا ما أثلج صدر القائمين والمهتمين بهذه الفئات. عندنا مراكز كثيرة مختلفة ومتعددة، سواء في الضفة الغربية أو غزة، لبنان، سوريا، تهتم بشؤون المعاقين. عندنا مدارس خاصة للمعاقين، عندنا مدارس خاصة للصم، عندنا مدرسة عم تبنى وتشيد حديثا خاصة للصم، وهي الأولى من نوعها. يعني تضافرت هاي الجهود والتوجهات عند المحبوب محمد عساف والهلال الأحمر اللي بيقدم خدمة تاريخية بهذا الحفل الخيري. الإيمان والإصرار هما البوصلة التي دعت الحملة لاتباعها لمواصلة مشوار الحياة الطويل لتلك الفئة، والتشبث بنور الأمل حتى النهاية. أنت الأجمل وأنت من تستحق، حفل تضمن كافة المعاني الإنسانية، قدم بحب لصالح أطفال مرضى السرطان وذوي الإعاقة، فهم الأجدر والأحق. لتلفزيون الفجر من رام الله، تسليم قشوة.